مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين والمتابعين لاعب 12 والشرقية. بالتأكيد اليوم الأحد، أول حلقة من الحلقات الخمسة اللي بيها متابعة على مدار الأسبوع لكل الأحداث الرياضية دائما مثل ما عودناكم. حديثنا المهم راح يبدأ بعد الفاصل، أتمنى تظلون ويانا. كل فترة ونرجع لنفس الموضوع، شغب الجماهير، ضعف اتحاد كرة القدم، ضعف لجنة الانضباط، ضعف العاملين بها، ضعف القوانين، وما حدث في مباراة أمس بين زاخو ونادي أمانة بغداد على ملعب زاخو الدولي يزيد من القناعات بأنه أكو هفوات كبيرة بالعملية التنظيمية والإدارية اللي دا تمشي بها كرة القدم العراقية، دا تؤدي إلى تكرار أحداث الشغب، دا تؤدي إلى ازديادها، ودا تؤدي إلى زيادة قلقنا وخوفنا أنه ربما وهذا ما لا نتمناه رح يكون عندنا حدث كبير على مستوى الشغب، على مستوى الضحايا، ضحايا مباريات كرة القدم. حديثنا اليوم رح يكون عن ما حدث في مباراة زاخو وأمانة بغداد. راح نسمع رأي نادي أمانة بغداد، وبعد شوية راح ينضم إلينا إن شاء الله عبر الأقمار الاصطناعية من بغداد السيد طه عبد حلاتة رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة العراقي، حتى نتحدث عن كل هذه الأمور اللي حقيقة أصبحت معيبة ومخجلة. نفس الحديث، نفس التكرار، نفس الأحداث، نفس المشاكل، وحتى نفس عينة الجمهور اللي ده يستفحل أثرها وأذاها على فرقنا وعلى أنديتنا بدون رادع وبدون وازع وبدون أن يكون هناك يعني إيقاف حقيقي وحسم وحزم لمسألة شغب الجماهير. موضوعنا اليوم بالكثير من التوضيحات والتفصيلات، أتمنى تظلون ويانا كالعادة. نبدأ أولا بتقرير لزيد السراج. ربما لم تختلف مباراة زاخو المضيف مع أمانة بغداد عن غيرها من مباريات الدوري العراقي بكرة القدم، فقط كونها الأخيرة قبل توقف الدوري لفترة طويلة، لكن ما حصل فيها من أحداث الشغب جعلها أكثر أهمية من غيرها بعد أن غلب طابع العنف على المستوى الفني والذي لم يكن جيدا. فمرة أخرى يعود الشغب إلى الملاعب بعد فترة توقف بسيطة جدا، حيث شهد ملعب أربيل أحداث مماثلة لما حصل، وذلك في مباراة أربيل والحدود. واليوم يتكرر المشهد في حالة سلبية أخرى تحسب على الدوري والكرة العراقية بصورة عامة. فغياب الثقافة من قبل الجمهور أمر ضار بالفرق، وعدم تحلي اللاعب داخل الميدان بالروح الرياضية شيء مؤسف جدا، يرجع بالكرة إلى الوراء بخطوات كبيرة تؤخر من تطور عجلة التقدم. من بغداد للاعب 12 زيد السراج. إذن نعرف التفاصيل، هي مباراة مؤجلة بين زاخو وأمانة بغداد. المباراة كانت ماشية حسب الأصول، جمهور زاخو كان معاقب قبل المباراة ومحروم من أنه يحضر مباريات فريقه، وقبل المباراة بساعات قليلة لجنة الانضباط تخفض العقوبة من حرمان الجمهور إلى غرامة قدرها 5 ملايين دينار، والجمهور يحضر المباراة بحجة أنه إدارة نادي زاخو باعت تذاكر للجمهور 8000 تذكرة، وبيعت هذه التذاكر، وما نعرف على أي أساس إدارة نادي زاخو اللي تعرف نفسها هي معاقبة، جمهورها معاقبة تبيع تذاكر المباراة. خلينا نستوضح أكثر كل هذه الأمور مع ضيفنا العزيز والقدير السيد طه عبد حلاتة رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة العراقي. سيد طه،
دائما انت تشرفنا وتنورنا ودائما سعداء جدا بتواجدك ويانا بالشرقية وباللاعب 12 بشكل خاص. وحقيقة يعني أريد أشكرك على تواجدك وأشكرك على حقيقة شجاعتك الظهور بهذا الوقت بعد يوم واحد من المشكلة مع بين زاخة وأمانة بغداد. بالتأكيد بشجاعة كبيرة لتوضيح الأمور للشارع الرياضي العراقي. مرحبا بك سيد طه مرة ثانية باللاعب 12. ويعني اليوم أريدك تخلينا بصورة كل الأحداث اللي سبقت مباراة زاخو وأمانة بغداد. أنا أشكرك أستاذ فيان، بارك الله بك، وأشكر أيضا مشاهدينا الكرام. الحقيقة يعني يجب أن نوضح كل الحقائق اللي تعلقت بالموضوع، وأنا أشكرك على المقدمة. نعم. وهو واجبنا أنه نوضح الأمور لجمهورنا الكريم. الحقيقة الأساس الرئيسي يعني إحنا في مسألة عقوبة نادي زاخو، حرمان جمهور نادي زاخو، هي كانت بسبب أعمال الشغب اللي حثت بين أثناء مباريات نادي أربيل. نعم. نادي زاخو مع أربيل في ملعب زاخو. زي. هذا السبب الرئيسي. وقد في وقتها كانت حزمة من العقوبات اللي هي صدرناها باتجاه نادي أربيل ونادي زاخو ونادي كربلاء ونادي أيضا نفط الوسط، اللاعبين أقصد، ونفط الجنوب قصدي. وكانت حزمة من العقوبات من ضمنها هي عقوبة نادي حرمان جمهور نادي زاخو. زين، طيب أنتوا حرمتوهم وكان جمهورهم محروم. يعني قبل المباراة بكم يوم بدت محاولات إدارة نادي زاخو حتى يعني يخفضون العقوبة؟ هو كان الحرمان بده يعني بالاساس هو كان مباراه مع نادي النجف. زين، يعني المباراه النجف يعني زاخو مع النجف يفترض ان يكون بدون جمهور، لكن بعدين يعني اثناء عندما طلبوا التماس من الاتحاد وقدموا الى شو وقت قدموا الالتماس بالضبط؟ في وقتها طلبوا سيد طه لو سمحت، شو يعني وقت قدموا في وقتها هم تاريخه هم قدموا الالتماس تاريخه اللي افتهمته انه مقدمينه يوم الثلاثاء والاربعاء يعني لا الماضي يعني اللي فهمته لو اللي شفته انت ما كنت مواكب يعني سيد طه حضرتك رئيس لجنه الانضباط من جو يقدموا الالتماس برفع العقوبه مو يقدموا لك مكتوب يعني من كلامك تقول اللي فهمته يعني انه الاتصال ما صار حضرتك الالتماس اللي قدموه إذا تسمح لي التماس أنا أقصد اللي قدموه إلى لجنة الاستئناف. زين. وليس إنا. نعم. إحنا تقدمنا يوم الجمعة الصبح، إحنا اللي تقدمنا يوم الجمعة الصبح. أيه. وبعدها خلال من وصلنا قلنا لهم هذا القرار قرار لجنة الاستئناف لأنه إحنا قررنا وانتهى الموضوع، لكن من خلال حتى أشرح لك كل التفاصيل. نعم. والأحداث اللي جرت بدقة حتى تكون الشغلة واضحة لكل الإخوان. نعم. الجمهور يعني. نعم. نعم. فبعد ان وصلنا الكتاب من نادي زاخو طلب بالتماس الى لجنة الانضباط كان معنون. نعم. ف يعني اتصل بي الاخ استاذ علي جبار اللي هو النائب الثاني لرئيس الاتحاد. نعم. رئيس لجنة المسابقات بالتحديد قال شلون راح تنحل المشكلة، هم قدموا التماس الى لجنة الاستئناف لكن لجنة الاستئناف ردت الطلب، لكن المشكلة وين؟ نعم. المشكلة انه اخذوا من عندهم وصل وجباية المليونين دينار اللي على اساس الاعتراض او قدم تقديم الالتماس. أيه. فلذلك هنا اصبحت المشكلة. قاموا هنا ببيع التذاكر لمتعهد عندهم. سيد طه بس خلي افهم هاي التفاصيل. اكثر من 5000. سيد طه بس اسمح ليش اقاطعك عفوا. بس افهم هاي التفصيله. الان هم اعترضوا بلجنه الاستئناف اداره نادي زاخو والاستئناف قبلت الاعتراض واخذت مبلغ الاعتراض اللي هو غرامه او اي شيء اخر، هل قبول هذا المبلغ معناه ان العقوبه تتخفض ويرفع حظر الجماهير؟ يا ريت توضحها ما فهمتها. احنا بالنسبه ان عندما يؤخذ يعني تعطى انت تقدم طلب ويقول لك اني استلم منك الطلب، هنا راح يكون باجراء يعني راح يكون باجراء. طيب. لكن اللي صار كالاتي انه الوقت
تعدى يعني بسبب الوقت وليس الغاية الرئيسية، هو لأن الوقت تأخر بتقديم طلب الالتماس فردوا الطلب، لكن هم رد الطلب لجنة الالتماس ردت الطلب. يعني رد الطلب هنا رد الطلب معناه يعني معناه انه نادي زاخو العقوبه باقيه عليه، الرفض طلب نادي زاخو. ايش وقت رد الطلب؟ رد الطلب بعد يومين. زين. كان يفترض يرد بنفس الساعه ويقول له انتم اعتراضكم غير مقبول. اي اعتراضكم غير مقبول وعليه هنا تتخذ الاجراءات القانونيه. يعني لجنه الاستئناف باعتبار انه القرار صار سيطاها، يعني لجنه الاستئناف هي من تتحمل مسؤولية التأخير واللبس وسوء الفهم اللي صار. احنا ما نريد نذب اللوم، ولكن انت تعرف يعني يفترض من نادي هو ايضا من نادي زاخو كان سبب ايضا مسبب بالقضية، الا سبب رئيسي يفترض به انه يتابع قضيته. عندما رد الطلب ما يبيع تذاكر بالالاف، اكثر من 5000 تذكرة، ويحملنا مسؤولية. يعني انت هاي 5000 اذا جت بباب النادي نادي زاخو وانت مش ماخذ من عندهم جبايه مبلغ لدخول الملعب وباب الملعب، انا منعك اكثر من 5000، قل لي شو راح تكون المشكله؟ ايش قد راح تصير؟ يعني شنو التداعيات القضيه هنا بهاي يعني بهاي المشكله؟ نعم. طيب. يعني من خلال هذا التداخل بالاعمال اللي صار بين لجنه الاستئناف. زين انتم ما قلتوا لهم ما قلتوا تصرف زاخو سيطاها، ما قلتوا لهم الان اداره نادي زاخو يقولوا لهم احنا هاي مو مسؤوليتنا، انتم ما مستلمين من عندنا كتاب رسمي مخاطبه رسميه بتخفيض العقوبه، احنا ما نتحمل، انتم جمهوركم محروم، شلون تبيعون تذاكر الناس وانتم محرومين؟ يعني كلام، يعني هذا سؤال كلش وجيه. أنا عد ما اتصل بي الأخ أستاذ علي جبار، الرجل يعني هو من باب حرصة على سمعة الاتحاد وأرواح الناس وحفاظا على أرواح الناس طلب أنه يكون قرار بهذا الاتجاه. يعني ما هو التصرف؟ قلت له أكو لجنة طوارئ يرأسها السيد رئيس الاتحاد. نعم. وأيضا جنابكم يا يعني أستاذ علي جبار. نعم. وأيضا الأخ صباح رضا اللي هو أمين سر الاتحاد، هاي لجنة الطوارئ هاي حق لها حتى عن طريق الهاتف يعني تتخذ قرار على اعتبارك قرارات مستعجله. زي. قرارات طوارئ هذا هنا. فاني من خلال اتصالي بالاستاذ علي طلب انه اتصل برئيس الاتحاد، وفعلا طلبت. نعم. السيد رئيس الاتحاد وقلت له استاذ الشغله كذا وكذا يعني راح تصير مشكله وهنا بطايق. قال القرار لكم، انتم لجنه مستقله، احنا ما نتدخل بعملكم، ولكن عليكم ان تستانسوا براي لجنه الاستئناف. زين. فهنا احنا بنفس الوقت انا كلفت الاستاذ رعد، كلفت امين سر اللجنه بان يتوكل بالموضوع يتكفله ويخابر لجنه الاستئناف، لان انا دقيت على رئيس لجنه الاستئناف اتصلت. نعم. به الحقيقه فما حصلته، فقلت له عسى ولعل بطريق اخر حصلنا الاستاذ نعمة الربيعي. نعم. يعني الرجل ايضا امكانيه عاليه وعنده. نعم. خبره بالامور، وهاي مشكله وتخص الجميع. فلذلك بعد ان حصلت السيد رئيس الاتحاد قال انتم القرارات يمكم، انتم لجنه مستقله. قلت له انا وصلني كتاب من نادي زاخو يطلب بتخفيض والتماس لانه التذاكر يعني انباعت الى الجمهور وعليه راح تصير مشكله، فاحنا حتى لا تصير مشكله على لاعبي نادي بغداد وعلى الجمهور وحتى على الحكام المشكلة. وعلى كل من. نعم استاذ، هذه يعني ان بعض الشر اهون. زين. طيب سيد طه خليني يعني انت الان لو تصور 5000 6000 باب الملعب، ويعني واحد يعني خابرت استاذ صادق مشرف المباريات قلت له شلون الوضع يمك؟ قال لي اذا لو اني ساد الملعب وما مدخل الجمهور صدقني كان صارت كارثه، فكان قراركم. زين. صائب، ولكن مع هذا احنا راح نتحمل. طيب سيد طه خلينا انا وانت مع هذا اني خابرت السيد رئيس الاتحاد. طيب سيد طه خلينا انا وانت والاصدقاء المشاهدين نستمع لراي نادي امانه بغداد عبر اميسر النادي سيد محمد فرحان. كابتن محمد، بدايه الحمد لله على السلامه، وصلت قبل شويه الى بغداد. اولا الاهم من كل هذا طمنا على يعني لاعبيكم محمد موسى غيره من اللاعبين اللي تعرضوا الى شفنا الى ضرب والى شد، يعني حالتهم الصحيه شلونها؟ ان شاء الله يكونون زينين.
سيد محمد تسمعني؟ اسمعك اسمعك واضح هوني. اولا مرحبا بك باللاعب 12 وبالشرقية، اسف شوي تاخرنا عليك بس كنا بالاستماع طبعا. لا بالعكس بالعكس انا استفاديت كلش من استماعه الرئيس سيد طه حلاته حتى اقدر اجاوب. يا ريت. اول شيء الاهم من كل هذا اطمنا على صحه الوفد، اللاعبين شفنا بعض اللاعبين تعرضوا الى ضرب الى هذه، يعني الاهم من كل هذا صحتهم شلونها الان زينين؟ استاذ فيان الحمد لله وشكر، عندنا لاعب محمد موسى تعرض لاصابه طبعا ست خياطات صار عليه قبراته، هو كان يسوي نعم. حماه نعم. وبالمناسبه احنا كنا كاتبين الورقه انه هو بديل تعرف نعم. يعني لانه محتاجي اذا ايه. هذا اول نقطه انه اثر على النتيجه، لان انت لاعب مهم وتريد تنزله ويتعرض وما تقدر تنزله نعم. فاذا هذا هاي النقطه الاساسيه. انا احب اتداخل ويا استاذ حلاته واقول له احنا صح يعني كنادي امانه بغداد مو طرف بانه نادي الزاخو يلعب بجمهور او بدون جمهور. طيب احنا متهيئين للمباراه ورايحين نخوض مباراه، ولكن تم تبليغنا انه المباراه بدون جمهور. طيب. ولغايه الساعه 9 مساء احنا متصلين بصادق السيد صادق المشرف نعم. قال انا جاي وعندي قرار من الاتحاد انه هو بدون جمهور الساعه 9 استاذ فيان، اكد لك على الساعه 9 مساء نعم. هاي الحكي يوم الجمعه نعم. الساعة 10 سيد صادق اتصل بكابتن وسام مدرب المساعد للفريق، قال له يا بأجاني تليفون من الأستاذ رعد سليم أنه صار قرار من لجنة الانضباط أنه تحولت الغرامة يعني العقوبة من حرمان جمهور إلى غرامة مالية. نعم. فبصراحة أنا صح يعني مو اختصاصي بس أعرف أنه لجنة الانضباط انه من تطى القرار اطت القرار بعد خلاص بعد ما لها صلاحيه ترجع وتدرس القرار مره ثانيه. هم يروح للاستئناف. بس اكمل لك تفضل يعني. تروح للاستئناف نعم. الاستئناف الناس قرارهم سليم وقانوني 100%، لان يقول لك انا رديته شكلا لانه مو من ضمن الفتره القانونيه 7 أيام من صدور القرار مال لجنه الانضباط العقوبه نعم. اذا بعد ما عنده صلاحيه سيد طه حلاته يرجع ينظر بطلب زاخو ويقرر قرار، واكد لك الورقه واني مستعد، وطبعا احنا عندنا محامي ومشاور قانوني وراح نبعث بالنسخه اللي نزلها سيد طه حلاته بالفيسبوك ننزلها الى نوديها الى الادله الجنائيه، واني عندي معلومات دقيقه ومن مصادر مؤثره وبالاتحاد بالاتحاد المركزي انه استاذ قيس ما موقع هو وما قابل يوقع، وسالم محمد ما موقع، اللي كاتب الكتاب وموقعه هو شخص واحد، اما سيد طه حلاته او استاذ رعد سليم. خليك ويانا ثانيا بس اكمل. لا بس اوقف عند هذه النقطه، بس اوقف عند هذه النقطه سيد محمد، الكلام دونه عندك راح ارجع لسيد طه. اذا امكن شباب تطلعوا لنا صوره الكتاب بالجرافيكس الموجود عندنا، صوره الكتاب سيد طه ما اعرف اذا استمعت للسيد محمد فرحان أمين سر نادي أمارة بغداد، يقول أنا عندي معلومات مؤكدة أنه الأربع تواقيع اللي موجودة بالكتاب اللي مكتوب بخط اليد هي غير صحيحة، الكتاب كتب بخط يد لشخص واحد ووقع من قبل شخص واحد. أنا أشكرك أستاذ فيان وتحياتي للأخ أستاذ محمد فرحان، وهو ايضا من حقه انه يدافع عن ناديه ويدافع عن نتيجه مبارياته، وبنفس الوقت هو باعتبار مشرف على الفريق هذا كله من حقه. ولكن اقول يعني بصراحه القرار اللي اتخذته لجنه الانضباط هو كان قرار قانوني ونظامي ووفق القانون، بعد ان تم الاتصال بالسيد رئيس الاتحاد واللي هو رئيس لجنه الطوارئ واتصال بالسيد رئيس لجنة المسابقات وبنفس الوقت أمين سر الاتحاد، وعلى غرار هذا تم اتخاذ قرار باجتماع لجنة الانضباط واجتمعت. ويقدر يقول لي استاذ محمد حتى يقول ايش دار بالاجتماع، ما عندنا مانع نقول له، ولكن اطلب من عنده شيء واحد نعم. انه احنا القرار اللي اتخذناه هو قرار حيادي، كان الغاية الرئيسية هو الحفاظ على ارواح الناس
وما عندنا مصلحة لا ويا نادي داخل ولا ويا نادي السؤال بغداد. سيد طه، السيد رعد سليم، السيد محمد، هذا الكتاب اللي موجود أمامنا الآن، الأربع تواقيع، حضرتك والسيد قيس الطائي، كنتوا كلكم موجودين بالاجتماع والأربعة وقعوا على الاجتماع على هذا المحضر المكتوب بخط اليد؟ احنا يعني حضرنا الثلاثة، أني واستاذ رعد واستاذ قيس، وتم التوقيع على من قبلنا، وبنفس الوقت تم الاتصال بأستاذ محمد، كان في واجب معين. نعم. ففي تم الاتصال به وطلبت من استاذ رعد ان ياتي يوقع له، اللي افتهمت انه مخابره، قال الا اني مخولك بالتوقيع لانه القرار سريع ومستعجل، فلذلك هذا. وبنفس الوقت خلي استاذ محمد يعني اذا امكن يقرا يعني بالقانون وشوف المادة 60 شت نص. نعم. من قانون العقوبات، فلذلك أتحادث وأتحاور وياه لأنه دخلها بأمور قضائية وكذا وكذا، احنا هي قضائية مستقلة بالاتحاد، ومن حقنا أنه ندفع أي خطر يحاول أنه يمس لاعبينا وجمهورنا وحكامنا وكل ما يتعلق في إجراء المباريات يعني، وعليه فيما يخص أنا حتى. نعم. هو الرجل يعني البارحة أنا سمعته على بعض القنوات. نعم. كان يصرح وكأنه الأستاذ طه رئيس اللجنة هو مصلحة معينة في نادي زاخو أو غيره، هو يعرف أنه نادي أربيل كان عليه ثلاث مباريات محروم ونزلت إلى يعني مباراة واحدة، ونادي كربلاء المقدسة أيضا كان عليه مباريات وأيضا عفية، يعني صار بها نوع من يعني تسهيل الامور، وذلك لكون حتى عجله الدوري تسير بصوره صحيحه. سيد طه، وطالما انه الدوري صاير يمشي بشكل صحيح، سيد طه ايضا بقى نادي زاخو عندما نظرنا بالقرار ما كان يعني زين. سيد طه الان خلينا نوضح الصوره، الان حضرتك انت تقول، والسيد محمد الان ننتقل الى ويسمعني، تقول انه هذا الكتاب اللي مكتوب بخط اليد وقع عليه من ثلاث اعضاء كانوا حاضرين عدا الاستاذ محمد اللي ما كان موجود، وباتصال هاتفي بينه وبين السيد رعد سليم خول السيد محمد السيد رعد سليم انه يوقع بمكانه. سيد محمد، هذا كان رد السيد طه حلاته رئيس لجنه الانضباط. استاذ بيان، انا اسال سؤال. تفضل. السيد طه حلاته، تفضل. شنو الضمانات اللي اخذها من نادي زاخو وقرر انه يرفع العقوبه عليهم بحيث انه اي نادي اي فريق يدخل ما يتعرض لاي الضمانات خطأ. الضمانات انا اقول لك ربما اكون مصيب. الضمانات سيد طه عبد حلاته من فهمته من كلام يعني من كلامه انه يقول لك انه احنا بعض الشر اهون مثل ما قال حضرته، انه لو 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 ما سمحنا لل 5000 يدخلون ممكن يسوون لنا مشكله. والله العظيم بعليه. تفضل تفضل. ثق بالله العظيم، البارحه احنا نجونا من موت محقق، ثق بالله العلي العظيم، لولا حكمة احنا كإدارة موجودين ونهدئ وحكمة نائب رئيس نادي زاخو والسيد المشرف السيد صادق، بصراحة كان موقف جيد من عنده انه وقف المباراة، والله العظيم تصير عندنا بور سعيد ثانية. هو ضمن حق تذاكر زاخو بس ما ضمن حياة نادي أمانة بغداد. زين لا صباح، منين اخذ حق اني؟ شلون يعني شو منو اللي حماه؟ من زين انت شفت قوات الشغب شلون طلعت وهاي السوق كلها موثقه. نعم. شلون طلعوا الحكام؟ انا احكي وياهم اقول لهم يابا طلعوا لاعبين اريد ادخلهم، ما يقبل يقول انا هذا مو اختصاصي، انا بس علي الحكام. احنا هناك اللي يروح الفريق بس اللي عايف روحه، واللي ما عنده اهميه لحياته ولا حياه لاعبينه يروح يلعب بزاخو. وانا راح اثبت بالقانون واقيم دعوه من خلال المشاور القانوني انه هذا القرار مال لجنه ال. على من راح تقيم دعوه سيد محمد؟ على من راح ترفع شكوى او تقيم دعوه؟ على بالنسبه لنا راح على لجنه الانضباط. نعم، المن راح تقدمها؟ نعم. يعني قضاء ولا محكمه رياضيه؟ انا باكر راح يكون، انا راح اطلب اجتماع بالهيئه الاداريه لنادي امانه بغداد، اجتماع طارئ، وعندنا مشاور قانوني، لان هاي حياه ناس. انا من راح يردي منو هسه صباح عبد الحسن حالته صحيه غير جيده وست خياطات، من اللي حماه او من اللي سبب من اللي يطلع القرار وصار هذا صار هاي الحاله؟ لو كان بدون جمهور ما ينظر صباح عبد الحسن. طيب صحيح تمام اخي، اداره زاخو اداره محترمه، اداره جيده،
بس ما تسيطر على الجمهور. وأنا اليوم يعني أكثر من عضو من أعضاء الاتحاد والسيد رئيس الاتحاد اتصلوا بي، وإحنا بعد ما عدنا لعبة يا زاخو، بس إحنا راح نتبنى موضوع أنه الفرق اللي تريد تلعب مع زاخو بصراحة خل تلعب بدهوك وبدون جمهور. طيب. يعني اليوم أنت ماكو فريق راح لزاخو إذا ما تعرض لنفس المأساة ونفس المشكلة. طه حالاته من يقول المصلحة العامة، وين مصلحتنا إحنا العامة؟ وين مصلحة نادي أمانة بغداد وروح البارحة؟ والله لو نازين فت خمس من الجماهير ستة لصار انفلات أمني وما وصارت بورسعيد ثانية. طيب احنا شنو اللي عندي يعني ساطاها معي اكل كل الاحترام إلي واللجنته، بس احنا اليوم انت من تتخذ قرار ما تاخذه من جانب واحد، تاخذه من عدة جوانب. انت داد فريق من بغداد الى زاخو وراح ويلعب امام جمهور من فلت، خلي يقول لي شنو الضمان اللي اخذ على الجمهور انه ما 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 ما, ما يتعرض لاي فريق؟ زين. وتعرضنا احنا. سيد محمد انا اشكرك على مداخلتك وعلى تواجدك ويانا، نتمنى لكم دائما السلامه والشفاء. سلامات لكل اللاعبين المصابين، الكابتن صباح، كابتن محمد، وحمد الله على سلامتكم ان شاء الله يا رب، يعني ما تشوفون شر انتم وكل رياضيين ولاعبينا. سيد طه يعني ارجع لحضرتك، سمعت كلام السيد محمد يقول راح نرفع شكوى على لجنه الانضباط لان هي يعني عملت وفق المصلحه من جانب واحد اللي هو جانب نادي زاخو، ويريد يسألك شنو الضمانات اللي أخذتوها إنه حتى تحمون فريق نادي أمانة بغداد من 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 اللي صار. أستاذ فيان أنا أشكرك يعني وتحياتي لأخي أستاذ محمد. إحنا فيما يخص القرار اللي اتخذناه صدقني كان قرار صائب 100%، لولا هذا القرار لكانت هناك تداعيات كثيرة، 4,000 إلى 5,000 أو 7,000 متفرج في باب الملعب ما يدخلون وبطايقهم مدفوعة. كيف راح يكون الحال؟ طيب. فأني ولذلك هذا واحد. اثنين لا تسمح لي. تفضل. اثنين احنا لجنة انضباط لجنة تطوعية، يعني أنا متطوع، يعني أنا ليس فقط هي جاي لخدمة الرياضة. أكيد. احنا الغاية الرئيسية ما عندنا إلا سلامة وحتى نجاح الدوري بكل الطرق. احنا اتخذنا هذا الإجراء بعد المداولة والمشاورة مع كل الأطراف واتخذناه أنا في تقديري، وراح يكون أستاذ محمد أنا متأكد راح يقتنع قناعة كاملة أنه القرار هذا كان في مصلحتهم. هذا واحد. اثنين يعني إحنا راح كتبنا في يعني متن القرار اللي شفته يمك، يعني اللي اتخذناه ستكون العقوبة أشد، وصدقني راح تكون عقوبة شديدة جدا باتجاه مو هي هاي المشكلة. ما استغلوا الفرصة. سيطاها خليني أكون وياك صريح جدا. الآن الجمهور الرياضي، الشارع الرياضي حقيقة بدأ، يعني خليني أكون قاسي شوية وياك، بدأ يفقد الثقة بعملكم، لأن عقوبة 3-4 مباريات، عقوبة مالية عالية، الجمهور أربيل يتعاقب، جمهور ما أدري شنو يتعاقب، وتليفونات والخواطر والمحسوبية والمنسوبية، وفي هذا الخاطر فلان وهذا الخاطر فلان، والعقوبات تتخفض وكل الأندية وجماهيرها المسيئة بمأمن من العقوبات، لأن يدرون أكو لهم ظهر باتحاد كرة القدم سواء عضو اتحاد أو رئيس اتحاد أو غيره، وبالتالي الشغب بدأ يزداد يوم عن يوم. سؤال منطقي حقيقة، وأني في حتى أوضح لك هذا. يا ريت. صحيح جدا. إحنا اتخذنا قرارات ويعني تحولت إلى لجنة الاستئناف، يعني إحنا بالسابق كنا نتخذ قرارات تروح إلى الاتحاد وكاملة. طيب. فبعد أن جاءت لجنة جديدة اسمها لجنة الاستئناف، نعم أنا أقول لك أصبحت القرارات بعض الشيء، يعني أنا ما أطعن ولا أشكك بلجنة الاستئناف لأنه يرأسها شخص متمكن وصاحب خبرة، ولكن بنفس الوقت يعني أنت شفت بعينك أنه إحنا والقرارات واضحة للجمهور أنه عندما عاقبنا بعض الأندية تخففت وعلي. إذا نادي زاخو جزء من هاي الأندية ومنظومة الاتحاد، ما لكم يعني ماكو مانع إذا تخففت، وبنفس الوقت صدق للجمهور اللي ما يعني أنت تعرف سيد طه شو ماكو مانع هذا المسيء لما دا يشوف ماكو عقوبة بحقه يستمر في غيه. أستاذ فيان احنا اتخذنا القرارات المناسبة
وطبقنا كل القانون وحسب اللوائح، ولكن راحت الى لجنه الاستئناف. احنا ما نعرف انه نزلوا وصعدوا وهاي تبقى يمهم. احنا بالنسبه اتخذنا قرارات، وفي نفس الوقت التقيت بيه بنفس هذه القناه، يعني حقيقه شرفتنا في وقتها، وهذا الكلام نفسه طرحناه وانطينا العقوبات اول باول لكم وطرحت على الجمهور. لكن اما بعدين من تخففت فكانت يعني درستها لجنه الاستئناف، وجدت انه بعض الامور يعني قد تكون قاسيه. خلينا نوضح هذه النقطه سيد طه، يعني اسمح لي. الان الوضع بمساله العقوبات بكره القدم العراقيه، لجنه الانضباط تاخذ مجموعه من القرارات الانضباطيه والرادعه، واكو لجنه ثانيه اسمها لجنه الاستئناف، هذه من صلاحياتها وفق النظام الداخلي انه تعدل تغير تلغي قرارات لجنه الانضباط. نعم، هذه اللجنه اذا تقدم لها طلب ما هي تستأنف من حقها، واذا ما كان كاسب الدرجه القطعيه، يعني الوقت يعني مرور الوقت يعني هنا يحسب اكتساب الدرجه القطعيه. زين، فيعني اذا كان القرار مكتسب الدرجه القطعيه خارج الضوابط ما تتخذ به اي اجراء، اذا ضمن حدود الضوابط لا تتخذ به اجراء من حقها، هذا ضمن الشروط والنظام الداخلي الاتحاد. ولكن اقول احنا بالنسبه ان قررنا وفق القانون ووفق التعليمات والضوابط الموجوده عندنا واللائحه الموجوده بالاتحاد، وعليه اما صعدت او نزلت فهاي بعد مو يمنا، احنا اتخذنا القرارات المناسبه. فبعد ان يعني اني الاخ سالم محمد اريد ارده في كلام بسيط، اقول له احنا ما عندنا مصلحه لا بنادي زاخو ولا يعني اصلا نادي بغداد بلاعبين من نادي التاج 3 إلى 4 هم ابناء منطقتي. فلذلك فابدا ابدا ما يعني ذولا مثل اخواننا وولدنا، كلهم عزيزين علينا. اللي اطلب من عنده انه لا يكون متشنج ويعني متعصب بعض الشيء، لانه هذا الشيء يعني احنا اللي نريده كان مصلحه عامه. وانا اتصلت بالسيد رئيس الاتحاد والسيد رئيس النائب الثاني والاخ امين السر الاتحاد، يعني صار عملنا قانوني نظامي وفق القانون. جانا طلب من نادي زاخو وخابرنا رئيس لجنة المسابقات، قال هناك راح تصير مشكلة، راح تصير كارثة. زين، علي اريد منكم قرار. زين سيد طه، اتصلنا بالسيد رئيس الاتحاد واجتمعنا واتخذنا قرار. طيب تيرمو. الان انت لما حضرتك تفضلت بهذه الاسباب، اول ما تبادر الى ذهني سؤال راح اقول لك يا بكل صراحة قدام الاصدقاء المشاهدين، و يعني حضرتك بالتأكيد قادر على أنه تفيدنا. الآن أول ما سمعت أنا بهذا الشيء قلت أنه لجنة الانضباط لجنة ترضخ للضغوط، لأن اليوم تعرضوا إلى ضغط من إدارة نادي زاخو، عندنا 5000 بعنا تذكرة، أكو مشاكل، وبالتالي هذا يفتح باب أنه أي نادي عنده عقوبة راح يخلق عليكم نوع من أنواع الضغوط حتى تشيلون العقوبة وأنتم تمتثلون لهذه الضغوط. احنا هو ليس ما نسميه ضغط، وانما نقول حاله استثنائيه صارت، لانه كان يفترض يعني في وقتها يرد الطلب وما تؤخذ منهم اي وصول وما تؤخذ اي مبلغ من النادي زاخو، ويخرج ويقول له لا انه القرار انتهى وصار قطعي وانتهى الموضوع. لكن بعد ان جبوا المبلغ واخذوا الوصل الاستلام بالنسبه لهم وقرارهم بدا ساري المفعول هنا، يعني للاسف كان تصرف ايضا اداره زاخو مستعجل عندما حشدوا هذا الجمهور، هنا مشكله. فاحنا كاتحاد ومنظومه اتحاد، واحنا لجنه منضويه تحت الاتحاد، وايضا نعم مستقله في قراراتنا، لكن ردنا انه ندفع هذا الشر، وبنفس الوقت ردنا نحتوي هذا الموضوع. يعني ما راح ترضخون لضغوط مماثله يعني مستقبلا، ما راح ترضخون لضغوط مماثله مستقبلا ابدا. أنا رجل متطوع، إيش وقت ما تنتهي يعني أحس نفسي أنه يعني أشوف عليه ضغوط أنا أنسحب، لأنه أنا ما عندي فد شيء ولا عندي مصلحة ولا عندي أي شيء، فقط أنا لخدمة الرياضة. وعندك علم إحنا صار سنتين نحمد الله ونشكره، أي خلل ما صار يعني ومشينا دوري في أحلك الظروف، وتعرضنا إلى آلاف التهديدات وآلاف الضغوطات، ولكن أبد صدقني أي واحد راح يجي مكاننا راح يتعرض أضعاف الأضعاف، رغم انه انا امتلك الخبره وعندي كل الامكانيات لغرض الدفاع يعني عن حقوق اللجنه والى اخره، لكن انت تعرف
حسيت بنبرة صوتك يا استاذ، حسيت بنبرة صوتك سيد طه، وفهمت من كلامك انه انت يعني وصلت الى مرحله مقتنع فيها انه العمل صعب بتدخلاته هوايه وبتاثيراته هوايه، وبشفتك كررت مرتين كلمه انه انا اترك المكان واروح، وانه انا يعني اللي راح يجي غيري راح يشوف نوع العمل الصعب اللي ببالك، فكرة الابتعاد عن عملك كرئيس وحدة انضباط، الهروب من مسألة التأثيرات والضغوط الكبيرة اللي تحيط عملكم. أنا أشكرك أستاذ بيان، إحنا طبعا هناك كثير من الضغوطات، لكن تعرف يعني أنا رجل يعني عندي الإمكانية والقدرة أنه هاي الضغوطات أتعامل إياها وفق القانون، وبنفس الوقت حتى الأعضاء اللجنة يعني أستاذ رعد سليم رجل خبير قانوني بالتحكيم، طيب. أستاذ قيس خبير قانوني أيضا بالتحكيم، ولجنة أستاذ محمد أيضا عضو إدارة في نادي، وإنسان أيضا صاحب خبرة بالرياضة وفي كرة القدم، طيب. بالأخص وقانون كرة القدم، وبنفس الوقت أستاذ جاسب اللي هو أستاذ شاسب، كل ذول اللجنة الموجودة هي صاحب إمكانية عالية، كلهم أصحاب خبرة وعندهم عمل في مجال الرياضة طويل. فعلي أنا يعني أستاذ الأخ كان أستاذ محمد كلامه أنه يشكك بوضعية اللجنة، هو يعرف أنه إحنا كان غايتنا الرئيسية دفع الخطر عن الفريقين، عن اللاعبين والجمهور والكل، حتى ونصحح الخطأ إذا كان خطأ معين صدر من لجنة الاستئناف أو حالة معينة صارت. إحنا المهم حياة الناس أهم من كل شيء، زين أهم من كل شيء، من باب الحرص نمشي الدوري، من باب الحرص على حياة الناس. نعم. سيد طه هذا حرصنا احنا. طيب من باب الحرص. نعم. على حياة الناس. نعم. اللي صار يوم أمس بملعب زاخو أكو إجراء ضده، يعني جمهور زاخو ما فادت لا العقوبة ال5 ملايين اللي هي قليلة ولا عقوبة الحرمان، ودي يواصل اعتداءه، ومثل ما قال لك سيد محمد فرحان ويمكن انت تعرف الكل يعرف انه ملعب زاخو اصبح من الملاعب الخطره وغير الامنه على الانديه الزائره، وما نريد ندوس بعد اكثر نقول ايش دي يصير والهتافات وغير، هذا الموضوع اصلا ما نترفع عن الخوض به، لكن الان انتم كلجنه انضباط اكو عمل حقيقي لاتخاذ قرارات على اللي صار بمباراه السبت. احنا بعد انه راح نستلم التقرير من المشرف المباريات والحكام. نعم. انا في تقديري انه الفرصة اللي سنحت الى نادي زاخو ما استغلوها، وراح تكون هناك عقوبات شديدة، ويسمعني استاذ محمد وكل الاخوان في اندية دور النخبة راح تكون هناك قرارات قوية ورادعة بحق يعني الناس اللي سالتمها بملعب البارحة ولا مانع، وهناك في الافق سيد محمد الناس اللي دمها سال البارحة بملعب زاخو دمهم برقبتكم انتم كلجنة انضباط تجيبون حقهم. راح تكون ان شاء الله القرارات اللي راح تسمعها وايضا عن طريق قناتك الله يسلم يعني راح تكون ارسل لك اياها وتعرضها. انا اقول لك انه حق بغداد ما يروح نهائيا. نعم. وكل ما جرى على لاعبي واداري نادي بغداد ابدا ما نتركه، وراح ناخذه بالحسبان. وعد احنا الان مقبلين ان شاء الله. وعد هذا، وعد هذا سيد طه مع سيد طه هذا. نعم. هذا وعد. نعم. وانت حر. حدينا من نعم انا اقول لك انا ابدا ما اتراجع عن تطبيق القانون نهائيا، ولكن اريد اوضح صوره بسيطه ومختصره انه القرار اللي اتخذ يوم الجمعه هو كان الغايه الرئيسيه للمصلحه العامه لدرء خطر عن الفريقين. يا أخي 5000 إلى 7000 في باب النادي هم أصلا محرومين لعبة النجف ما حضروا، قال لك عبالك كانوا يتصورون أنه مباراة النجف كان محرومينها. فالآن هذه أيضا نقولهم أنتم محرومينها، فمباراتين تصير راح تصير مشكلة كبيرة. فلذلك إحنا درأنا الخطر واتخذنا القرار المناسب في تقديري هذا. طيب سيد طه يعني ختام حلقة اليوم بوعد من حضرتك انه اللي صار في مباراة زاخو ما يمر مرور الكرام، يجب ان يعاقب من اخطأ هذا الخطأ الكبير بحق ابناء بلده وابناء شعبه، بحق لاعبيه وادارة نادي امانة بغداد. ووعدتنا ونادي امانة بغداد ادارة ولاعبين سمعوا وعدك انه فعلا
يكون هناك اقتصاص حقيقي من المسيئين لكرة القدم العراقية وللرياضة العراقية. سيد طه أنا أشكرك الشكر الجزيل، أشكرك مرة ثانية على وقتك، والأهم على حرصك على أن تظهر بهذا الوقت لتوضيح صورة اللي صار في مباراة زاخو وأمارة بغداد. شكرا على تواجدك ويانا سيد طه عبد حلاتة رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة العراقي، أيضا السيد محمد فرحان أمين سرنادي أمارة بغداد اللي كانوا معنا عبر التليفون، ألف شكر على تواجدك ويانا، الحمد لله على سلامتكم، وبالتأكيد كل المتابعة هنا باللاعب 12 وبالشرقية لكل الأحداث الرياضية. بكرة إن شاء الله نلتقي في حلقة مخصصة لدعم السود الرافدين في المواجهة الحاسمة أمام فريق الإمارات، المنتخب الإمارات الشقيق بتصفيات كأس العالم. نشوفكم باكر إن شاء الله، إلى اللقاء.